الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص المهموم الذي يعاني من بعض الاضطرابات، والله أعلى وأعلم، أنه يأكل المنجى الخضراء، علامة على زوال الهموم والمشاكل من الحياة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل المنجى الخضراء، علامة على الفرج والرزق الذي يحصل عليه، والله أعلم. حلم المنجى الخضراء في المنام يشير على التحلي بصفات طيبة يحبها الناس، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل المنجى الخضراء، علامة أنه إنسان يشير بالوقار والاحترام والتقدير من قبل الناس، وأنه إنسان يتحلى بالحكمة والمنطق السليم، والله أعلم. إذا رأى الشخص في المنام أنه يأكل المنجى الطازجة، تكون إشارة على السعادة والفرح في الحياة. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجى الفاسدة، تكون إشارة على بعض الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجى الصفراء، تكون إشارة أن هذا الشخص سوف يحصل على خير كثير ورزق واسع الأيام القادمة. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المنجى الطازجة، تكون إشارة على الحياة الزوجية المستقرة السعيدة التي تعيشها مع زوجها وأبنائها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل الكنافة مع المنجى مع أحد أعدائه، تكون إشارة أنه سوف ينتصر عليهم، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يتناول الكنافة بطعم المنجى، يشير أن هذا الشخص ربما يستمع لأخبار سعيدة الأيام القادمة. إذا رأى الإنسان أنه يحصل على الكنافة مع المنجى، علامة على الأفراح والسعادة القادمة له في الحياة. إذا رأى الإنسان أنه يأكل الكنافة مع المنجى، علامة على المناسبات السعيدة القادمة له في الحياة. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تأكل المنجى في المنام، يشير على الأخبار المفرحة القادمة لها بشكل عام. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجى مع شخص ميت، إشارة أن هذا الشخص ربما يحصل على رزق وفير ويتخلص من الديون التي كانت عليه. إذا رأى الشخص أنه يأكل المنجى الغير طيبة مع الميت، إشارة على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المنجى، إشارة على سعة الرزق وزوال الهموم والمشاكل من الحياة. إذا رأى الشخص الميت يعطي المنجى الطيبة اللذيذة لإنسان حي، علامة أن هذا الحي سوف يسمع أخبار سعيدة الأيام القادمة. بينما إذا رأى الشخص الميت يعطي المنجى الفاسدة أو الغير طيبة إلى إنسان حي، إشارة أن هذا الشخص ربما يقبل سماع أخبار سيئة، والله أعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الميت يعطي لها منجى فاسدة، علامة على المشاكل في حياة هذه الفتاة. إذا رأت المرأة المطلقة أن الميت يعطي لها منجى فاسدة، علامة على المشاكل الكثيرة التي عاشتها هذه المرأة، والله أعلم. أما إذا رأت المرأة المطلقة أن الميت يعطي لها منجى لذيذة، علامة أنها سوف تتزوج إنسان خيرا من الذي سبق في حياتها قبل ذلك، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أن الشخص الميت يعطي لها منجى لذيذة، علامة على خطبتها القريبة أو زواجها القريب في الحياة الأيام القادمة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص عصير المنجى بشكل عام، إشارة على سعة الرزق والخير الذي يحصل عليه. إذا رأى الشخص عصير المنجى الغير طازج، إشارة على الاضطرابات التي يجب أن يغيرها للأفضل. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتناول عصير المنجى الطازج، يشير أنها تنعم بحياة زوجية سعيدة. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تشرب عصير المنجى بطعم لذيذ، يشير على الرزق والأخبار الجيدة، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يشتري عصير المنجى الطازج، تكون إشارة أن هذا الشخص سوف يتحسن أوضاعه. إذا رأى الرجل أنه يشرب
عصير المانجا الطازج علامة على الاستقرار في حياته الأسرية. إذا رأى الرجل أنه يشتري عصير المانجا وكان في عمله علامة على الترقية في هذا العمل، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أو الرجل أنه يشتري عصير المانجو علامة على الاستقرار في الحياة الزوجية وفي العمل، والله أعلم. إذا رأى الشخص بذور المانجو في المنام يشير على الرزق الواسع والانتصار في الحياة. إذا رأى الشخص بذور المانجا الغير صالحة تكون إشارة على الهموم التي يجب أن يتحلى بالصبر لها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص بذور المانجا المالح تكون إشارة على العوائق والصعوبات في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص المهموم الذي يعاني من الاضطرابات في الحياة المانجا الخضراء تكون إشارة على زوال الهموم والمشاكل، والله أعلم. إذا رأى الإنسان المانجا الخضراء علامة على الفرج والرزق الذي يحصل عليه. إذا رأى الإنسان المانجا الخضراء تكون إشارة على تحلي الشخص بصفات طيبة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل المانجا الخضراء علامة أنه يتمتع بالوقار والاحترام والتقدير من قبل الناس، والله أعلم. إذا رأى الشخص في المنام أنه يأكل المانجا الطازجة مع أصدقائه علامة على السعادة والفرح بينهم، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المانجا الفاسدة في المنام تكون إشارة على بعض الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المانجا الصفراء تكون إشارة أن هذا الشخص ربما يحصل على خير ورزق كثير الأيام القادمة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المانجا الطازجة إشارة على الحياة الزوجية المستقرة السعيدة التي تعيش فيها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يتناول الكنافة مع المانجا مع أعدائه، والله أعلى وأعلم، إشارة أنه يحقق انتصار عليهم بشكل كبير. إذا رأى الشخص أنه يتناول الكنافة بطعم المانجو يشير أن هذا الشخص يستمع إلى أخبار جيدة وسعيدة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يحصل على المانجا الوفيرة علامة على السعادة القادمة له في حياته، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يقترب من المناسبات والأفراح دليل أنه يأكل المانجا الطازجة كثيرا، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المانجا في المنام إشارة على الخير الذي يأتي لهذا الشخص بشكل عام، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المانجا مع شخص ميت تكون إشارة أن هذا الشخص يحصل على خير ورزق وفير ويتخلص من الديون التي كانت تؤرقه في الحياة الدنيا، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يأكل المانجا الغير طيبة مع الميت في المنام إشارة على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تأكل المانجو في المنام إشارة على سعة الرزق وزوال الهموم من الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الواحد بس باخذ نفسه شوية. إذا رأى الشخص أن الميت يعتو له المانجا الطيبة اللذيذة في المنام تكون إشارة على سماع الأخبار الجيدة في الحياة الدنيا، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الميت يعتو له المانجا الفاسدة أو الغير طيبة تكون إشارة أن هذا الشخص ربما يسمع أخبار غير جيدة وسيئة، والله أعلم. إذا رأى الإنسان أنه يأكل المانجا الفاسدة علامة على التورط في الهموم والاضطرابات في الحياة بشكل عام والحزن الكبير، والله أعلم. إذا رأى الشخص أن الميت يعطو له منجا لذيذة وقام صاحب الرؤيا بتقطيع هذه المنجا اللذيذة علامة على التخلص من الاضطرابات والأزمات في حياته الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص عصير المانجو يبدو بشكل طيب إشارة على سعة الرزق والخير الذي يحصل عليه صاحب الرؤيا، والله علام الغيوب. إذا رأى الشخص عصير المانجو الغير طازج في المنام يشير على الأمور التي يجب أن يغيرها للأفضل في حياته، والله أعلى وأعلم.
إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تتناول عصير المانجا الطازج يشير أنها تنعم بحياة زوجية سعيدة ومستقرة، والله أعلى وأعلم. إذا رأت الفتاة العزباء أنها تشرب عصير المانجا بطعم لذيذ يشير على الرزق والأخبار الجيدة والإقبال على التغيرات الإيجابية في الحياة الدنيا، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أنه يشتري عصير المانجا الطازج تكون إشارة على سعي هذا الشخص للرزق وتحسين الأوضاع في الحياة الدنيا، والله أعلم. إذا رأى الإنسان إذا رأى الشخص أو الإنسان أنه يشتري عصير المانجا الطازج علامة على الاستقرار في عمله وفي أسرته، والله أعلم. إذا رأى الشخص أنه يشتري عصير المانجا التالف تكون إشارة على بعض الأمور التي يجب أن يغيرها في الحياة الدنيا للأفضل، والله أعلم. يشير إلى العيش في بعض الأحداث التي يجب أن يغيرها صاحب الرؤيا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أما إذا رأى الإنسان بذور المانجا تكون إشارة على الرزق والنجاح والانتصار. إذا رأى الشخص بذور المانجا الغير صالح، والله أعلم، تكون إشارة على الهموم التي يجب أن يتحلى بالصبر لها، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص بذور المانجا المالحة تكون إشارة على العوائق والصعوبات في الحياة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هو يا إخوانا زي ما أنتم شفتوا كده، هو يعني عصير المانجا عامة شربه كويس، يعني عصير المانجا شربه كويس. لا تنسوا بقراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال في اللي يقرأ آية الكرسي لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وكذلك هي من أذكار النوم دي آية الكرسي. والواحد كمان يجب اللي هو يعمل له ورد يومي من القرآن الكريم، عشان كل حرف من القرآن بحسنة. تخيلوا ان ختمة القرآن الكريم بتساوي 3 مليون حسنة، واللي يقرأ جزء واحد يوميا ربنا بيكتب له 100,000 حسنة، والصفحتين الوجهتين كده من القرآن الكريم امام بعض بيساووا 5,000 حسنة، ودي في ايامنا العادية مش في شهر رمضان. هذا في حالة واحدة إذا تقبل الله من الإنسان، والله عز وجل لا يتقبل إلا من المتقين. جعلني الله وإياكم من المتقين.